إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 267 من سورة البقرة، فإلى التفسير. أما عندما يكون المال كله رديئا فإنه لا يؤمر الإنسان أن يتكلف بأن يشتري الجيد من أجل الإنفاق منه، بل ينفق مما عنده، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا وإن كان في الإنفاق الأسري، إلا أن الحكم في الزكاة كذلك لا يؤمر الإنسان أن ينفق إلا مما هو في يده، وإنما ينهى أن يحصر إنفاقه في ما كان غير جيد من أجل شحه بالجيد. وهذا وإن اختلف العلماء فيه، هل هو في الصدقة المفروضة وهي الزكاة أو في صدقة التطوع، فإن الراجح أنه يشمل النوعين من الصدقة. فصدقة التطوع أيضا يؤمر الإنسان ألا ينفق فيها إلا مما تستطيبه نفسه ويميل إليه طبعه، لا مما كان مزهودا فيه في نفسه، بدليل ما ذكرناه من الآيات ومن الأحاديث، من بينها قول الله تبارك وتعالى: وآت المال على حبه، وقوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها: ألا تطعم المساكين إلا مما تطعم، أي ألا تطعمهم مما تزهد فيه ولا ترغب بطبعها فيه، لا تميل بطبعها إليه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي هذا الخبيث أنتم لا تأخذونه إلا إن أغمضتم فيه. وفي هذا آراء لأهل العلم، في بيان ذلك آراء لأهل العلم، فمنهم من يقول: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إن اشتريتموه فإنكم لا تقبلونه إلا أن تتساهلوا فيه من إغماض العين. والأصل في إغماض العين أن يطبق الإنسان جفنيه عليها حتى لا تبصر، ويطلق ذلك من باب الاستعارة أو من باب الكناية عندما يتساهل في أمر، فهو بمثابة من يغمض العين عن أن ترى عيب ذلك الأمر فيتقبله ولو كان فيه ما فيه من العيب. وعلى هذا فالمراد بإغماض العين التساهل. ومنهم من قال بأن المراد أن تغمضوا فيه، أي أن تروا أنكم لم تبلغوا حقكم، فلو وفيتم حقكم الذي لكم مما هو غير طيب، أي مما كان رديئاً، فلا ريب أن تقبلكم له إنما يكون مع الشعور بأنكم لم تستوفوا حقكم. ومنهم من فسر هذا بأن المراد به أنكم لو اشتريتموه فإنكم لا تتقبلونه إلا بعد مطالبتكم لبايعه بأن يغمض، وهو أن يوفر لكم الكمية التي يدفعها إليكم مع أخذ الثمن القليل في مقابلها. ومنهم من فسر هذا على أنه يراد به أنكم لو أهدي إليكم، هذا
الرديء التي تدفعونه صدقة وتتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، فإنكم لا تتقبلونه إلا مع الإحساس بأن من أهداه إليكم لم يقدر لكم التقدير اللائق بكم، ولم يحترمكم الاحترام الذي يناسب هواكم. فأنتم عندما تتقبلون ذلك تتقبلون من أجل ترك الجفاء، وإلا فنفسكم تزهد في هذا الذي يقدمه المهدي إليكم. وعلى أي حال من الأحوال، إنما يراد بهذا أن هذا الذي تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مما تحبه نفوسكم وتميل إليه طباعكم، فإنه إن كان بخلاف ذلك كيف ترفضونه لأنفسكم وترضونه لربكم سبحانه وتعالى؟ فالله أحق بأن يتقرب إليه بالشيء الجيد، وألا يتقرب إليه الإنسان بما لا تستطيبه نفسه ولا يميل إليه طبعه. وقراءة الجمهور إلا أن تغمضوا فيه، هذه هي قراءة العشرة جميعا. والإغماض يكون لازما ويكون متعديا، وهو كما ذكرنا يكون بمعنى الإغضاء عن الشيء مع ما في النفس. والشواهد على ذلك شواهد متعددة، فإن العرب تقول أغمض على قدر عندما يتقبل الشيء مع كون ذلك الشيء أمرا عسيرا صعبا على نفسه، ولكن هو بمثابة من يغمض عينه مع كون تلك العين فيما جاي بين جفنيها قدا، فتحس بما تحس به من الألم، ولكن الضرورة تدفع صاحبها إلى ذلك. وكذلك هذا الذي يسكت عن حقه ولا يطالب بحقه هو بمثابة من يغمض عينيه على ما فيها من الأذى، أو من يغمض عينه عن العيب. وقد جاءت أشعار العرب تفيد هذا المعنى بصيغتين، صيغة الإغماض وصيغة التغميض، وقد قرئ بذلك. فالإغماض هو الذي قرئ به في هذه القراءة، قراءة الجمهور إلا أن تغمضوا فيه. وروي عن الزهري أنه قرأ إلا أن تغمضوا فيه، وروي عنه أنه قرأ إلا أن تغمضوا فيه. وقد ذكر هاتين القراءتين عنه جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية والقرطبي وأبو حيان وآخرون، وأضاف الزمخشري وأبو السعود إلى هذه القراءة، إلى هاتين القراءتين في نسبتهما إلى الزهري قراءة ثالثة، إلا أن تغمضوا فيه. وروي عن قتادة أنه قرأ إلا أن تغمضوا فيه بالبناء على المجهول. وروي عن الحسن البصري أنه قرأ إلا أن تغمضوا فيه. ومهما يكن فإن هذه القراءات تعود إلى معنى واحد، فقد يكون الغمض مسنداً إلى صاحب العين مع أن المراد أن العين تكون غامضة. وتغمض منهم من فسرها
توجدون هكذا مغمضين. ومنهم من فسرها أتدخلون في الغموض، وقد فسر بعضهم قراءة تغمض وهي قراءة الجمهور بمعنى الدخول أيضا في الغموض، لأن وزن أفعل يأتي للدخول في الزمان وللدخول في المكان، ويأتي بمعنى القصد إلى المكان، فيقال أعرق إذا ذهب إلى العراق، إذا قصد العراق، وأيمن إذا قصد اليمن، وأعمن إذا قصد عمان، وأنجد إذا قصد نجدا، وأغور إذا قصد الغور. فإذا يمكن أن يكون الإغماض بمعنى قصد الغموض، إلا أن تغمضوا فيه، أي أنتم لا تتقبلون عادة هذا الشيء الذي ترضون أن تتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى عند ما تعاملون به، إلا مع هذا الإغماض. فكيف ترضون مع ذلك أن تتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى مع كونه بهذه الحالة؟ واعلموا أن الله غني حميد. بعد هذا كله ناداهم نداء من لا يعلم، مع كونهم على علم، فإن العلم بذلك مما هو فطري مركوز في الطباع، فالنفوس كلها تدرك أن الله تبارك وتعالى غني حميد، ولكنهم خوطبوا مخاطبة من لا يعلم، فقيل لهم واعلموا أن الله غني حميد. لما ذلك؟ خوطبوا مخاطبة من لا يعلم لأن تصرفهم تصرف من لا يعلم ذلك، عندما ينفقون مما لا يستجيدونه ولا يرضونه لأنفسهم، ينفقون ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم بمثابة من لا يعلم، اتصاف الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين. فقد قيل لهم هنا كيف تفعلون ذلك مع أن الله تعالى غني؟ ومن عادة الإنسان ألا يتقبل الشيء الذي هو غير جيد إلا عندما يكون مضطرا إليه أو يكون بحاجة شديدة إليه، فهو يأخذه مع هذا الإغماض بسبب حاجته. وهذا مما يقع غالبا من الإنسان الذي ربما لا تعاف نفسه الأشياء غير الجيدة، ولئن كان هذا من طبع البشر فكيف يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى الذي هو غني عن جميع البشر والناس كلهم بحاجة إليه، كيف يمكن أن يتقبل الشيء الذي هو غير جيد عند ما يقصد الإنسان الإنفاق منه تقربا إليك سبحانه وتعالى؟ وقوله سبحانه وتعالى حميد، إما أن يكون فاعلا بمعنى فاعل، وإما أن يكون فاعلا بمعنى مفعول. فكونه فاعلا بمعنى فاعل أنه بمعنى حامد. واعلموا أن الله غني حميد، أي أن الله تبارك وتعالى يتقبل من عباده الذين ينفقون الطيبات طيبة بها نفوسهم، فهو يتقبل منهم هذا الإنفاق لأنه من عادته سبحانه وتعالى أن يحسن إلى عباده المحسنين، فهو من فضله يحسن إلى عباده المحسنين، ومن إحسانه إليهم أن يحمدهم، وحمد الله تبارك وتعالى يكون بوصفه لهم بالخير، وثمرته أن يمنحهم الله تعالى الثواب الجزيل. وإن كان فإنه
بمعنى المحمود أي المتصف بجميع المحامد تبارك وتعالى. فبما أنه عز وجل متصف بكل المحامد فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرضى لنفسه هذا الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه عندما يكون في غنى وعندما تكون نفسه تتقزز من الأشياء غير الجيدة. فالله تبارك وتعالى مع اتصافه بهذه المحامد هو أولى أن لا يرضى من عباده بأن يتقربوا إليه بمثل هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. على أن هذا التذيل يدل أيضاً على فائدة أخرى تكون مضمومة إلى هذه الفائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما أمركم بالإنفاق لم يأمر بهذا الإنفاق من أجل حاجة إليه، فهو مالك الملك، أنتم وما تملكونه ملك لله سبحانه وتعالى. وما هذا المال الذي آتاكموه إلا منحة منه تعالى، وهو في الحقيقة ملكه، ولكن لفضله عليكم أمركم بأن تنفقوا فيه لما فيه من مصلحتكم ولما فيه من مصلحة مجتمعكم. فمصلحتكم أنتم أيها المنفقون تتمثل في أمرين: أولهما أنكم بهذا الإنفاق تعالجون نفوسكم من شهوات المال التي عندما تستحكم في النفس وتستولي على الطبع تكون من أعضل الداء، ويعسر علاج هذا الداء ويتعذر اقتلاعه، ويؤدي ذلك إلى كثير من المخاطر النفسية والمخاطر الاجتماعية، فقد يؤدي ذلك إلى القطيعة حتى بين الأقربين، وقد يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الغير وتعريض النفس للخطر بدافع من شهوة المال. والأمر الثاني أنكم تكتسبون بذلك ود الفقراء الذين تنفقون عليهم، فيكون بينكم وبينهم الانسجام، وتكون بينكم وبينهم المودة والرحمة، وهنا تتنعمون بهذه الألفة التي تكون فيما بينكم. أما بالنسبة إلى المجتمع فإن المجتمع الذي يشح فيه الأغنياء برؤوس أموالهم ويستأثرون فيه بما فاء الله تبارك وتعالى عليهم من خير وآتاهم من فضل، يكون ذلك المجتمع مجتمعاً قلقاً مضطرباً ليس فيه استقرار. فالفقراء أنفسهم يشعرون بالحرمان، ولربما أدى بهم هذا الحرمان إلى العدوان، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى البطش بأصحاب الأموال بسبب ما يغلى في هذه النفوس التي تشعر بالحرمان من الحسد. ولكن عندما يكون الأمر بخلاف ذلك يكون هذا المجتمع مجتمعاً مستقراً، وتكون الرحمة متبادلة فيه بين الأغنياء والفقراء. فنعمة الله تعالى عليكم بهذا المال أوصلتكم إلى نعمة أخرى، وهي نعمة الإنفاق طاعة له تعالى من أجل أن يحصل بينكم وبين هؤلاء الذين تنفقون عليهم الود والرحمة والانسجام والوئام. هذا. ولئن كان الله سبحانه وتعالى هنا أمر بالإنفاق من الطيب وحذر أن يتيمم في الإنفاق الخبيث بحيث يكون الإنفاق محصورا في الخبيث، لأن الله سبحانه وتعالى أعز من كل عزيز وأغنى من كل غني،
وأجل من كل جليل، فهو تبارك وتعالى وحده المستأثر بصفات العظمة والجلال. فلا ريب أن الإنفاق من الحرام أمر مرفوض، والحرام كما قلنا لا يجوز تموله رأسا. فيمكن للإنسان ولو كان يرى أن الراجح في تفسير هذه الآية الكريمة أن المراد بالطيب الجيد، وأن المراد بالخبيث الرديء، يمكن له مع ذلك أن يستدل بالآية على منع الإنفاق من الحرام، فإن الحرام أولى بأن يمنع الإنفاق منه. كيف؟ وهو يمنع تملكه رأسا، والله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه إلا بالحلال، لا يتقرب إليه إلا بالطيب. وقد ذكرنا في الدرس الذي سبق الحديث الذي يدل على أن من اكتسب مالا من حرام لا ينفق منه فيتقبل منه، لو أنفقه في أي وجه من وجوه البر لا يمكن أن يتقبل منه. ويدل على ذلك أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله لا يقبل صدقة من غلول، فمن غل ثم أنفق مما غل صدقة فإن هذه الصدقة غير متقبلة عند الله، ولئن كانت الصدقة التي من الغلول لا تتقبل عند الله تبارك وتعالى، فإن الصدقة التي تكون من الربا هي أيضا غير متقبلة، والصدقة التي تكون من الرشا هي أيضا غير متقبلة، والصدقة التي تكون من المال الذي يكتسب بالزنا بطريقة الزنا هي أيضا صدقة غير متقبلة، والصدقة التي يتصدق بها الإنسان من المال الذي اكتسبه بطريق الشعوذة كالمنجمين وغيرهم هي أيضا صدقة غير متقبلة، فهذه الصدقات بأسرها هي غير متقبلة بحال من الأحوال. إنما الصدقة التي تتقبل هي الصدقة التي تكون من المال الطيب الجيد الرديء، مع كون الإنفاق لا يلابسه شيء من الرياء، فمن أنفق رياء وسمعة فحسبه ما يكتسبه من هذه السمعة التي يحرص عليها، والله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. هذا. وقد استدل بالآية الكريمة على أن الزكاة المفروضة إنما هي واجبة على الزارع لا على مالك الأرض، وهذا هو قول أصحابنا والجمهور، فإنهم يرون أن الزكاة إنما تجب على من زرع الأرض لا على مالكها. وهناك قول آخر بخلاف ذلك، وهو أن الزكاة إنما تجب على مالك الأرض. والدليل لهذا الرأي الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو أن الله تبارك وتعالى قال هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإن هذا المخرج إنما يخرج للزارع ولا يخرج لمالك الأرض. وهذا مبني على أن هذه الآية الكريمة هي في الصدقة المفروضة التي هي الزكاة الواجبة. وقد علمتم أن هنالك قولاً آخر يدل على خلاف هذا القول. ومن المعلوم أن مالك الأرض عندما يكون كارياً لهذه الأرض فإن الفريضة تجب عليه في كرائها
عندما يبلغ هذا الكراع النصاب ويحول عليه الحول هذا، وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى هنا بالإنفاق ووصف نفسه بما وصفها به من كونه سبحانه وتعالى غنيا وكونه حميدا، أتبع ذلك ما يدل على أن هنالك فارقا بين وعده سبحانه وتعالى ووعد عدوه الذي هو الشيطان، إذ قال تعالى بإثر ذلك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمن طبيعة النفس أن تكون شحيحة بالمال، لما علمتموه من أن المال هو قوام الحال وعمود هذه الحياة، فإن الحياة إنما تبنى شؤونها على الأموال، فهي بحاجة إلى الإنفاق. ومن أجل ذلك كانت النفوس شحيحة بهذا المال، كما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، وقوله في خطابه لعباده: وتحبون المال حبا جما. فالنفس مطبوعة على حب المال. ومن شأن الشيطان أن يحاول إغراء هذه النفوس بحسب ما ركز فيها من الشهوات، فهو دائما يتوعد أتباعه بما يحذرهم منه من عاقبة اتباعهم طريق الخير، فهو يحذرهم أنهم عندما ينفقون أموالهم في سبيل الله فالإنفاق الذي ينفقونه يؤدي بهم إلى الفقر ويؤدي بهم إلى الحرمان في المستقبل. فلذلك تكون هذه النفوس التي تتأثر بوسوسة الشيطان نفوساً شحيحة ميالة إلى الاستمساك بالمال وعدم إيتاء الحق الذي فرضه الله تبارك وتعالى فيه. ولكن وعد الله عز وجل الذي يؤمن به عباده المؤمنون ويسارع إلى التعرض له المتقون بخلاف ذلك، فهو يعدهم سبحانه وتعالى على هذا الإنفاق الذي ينفقونه مغفرة في الدار الآخرة وفضلا، يشمل هذا الفضل الدنيا والآخرة. فالله تعالى يعد الذين ينفقون في سبيل الله أن يبارك لهم فيما أبقوا وأن يؤجرهم على ما أنفقوا، وتكون البركة في ذلك القليل مضاعفة حتى يكون خيره أكثر بكثير من خير الكثير الذي لم يخرج منه حق الله تبارك وتعالى الذي فرضه لعباده الفقراء والمساكين. وبهذا يتبين الارتباط ما بين هذه الآية التي سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى وعن تفسيرها في الدرس الآتي، وبين الآية التي تحدثنا فيها وفي تفسيرها في هذا الدرس. فالارتباط من هذه الناحية، من حيث إن الله تعالى أمر عباده بالإنفاق وحضهم على ذلك ووصف نفسه لهم بأنه غني وبأنه حميد، وهذا يتناسب ما يعدهم به مع اتصافه بالغنى ومع اتصافه بالحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا للقول الصادق والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يفهمنا ما لم نفهم، وأن يهدينا إلى الطريق الأقوم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 267 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.